الأهرام، طوارئ في الأهلي قبل رحلة الجزائر يوسف للاعبين، الجماهير لن ترضى إلا باستعادة لقب دوري الأبطال الأفريقي. الأخبار، الأهلي يجهز صلاح محسن للقاء سطيف. الأخبار المساء، الأهلي يستعيد قوة الضاربة، الفريق يسابق الزمن لاستعادة المصابين أمام وفاق سطيف بدوري الأبطال. روز اليوسف كارتيرون شايل هم أفريقيا. اليوم السابع، كارتيرون يدرس إعادة شريف إكرامي للتشكيل بعد بطولة إفريقيا. المساء، كارتيرون يطلب الرحيل من استاد السلام، المدير الفني للأهلي يناشد مجلس الإدارة للبحث عن ملعب بديل لتفادي الإصابات.